نيجي هنا على الكود، وين انا طبعت؟ هنا بديش اطبع، بدي اعمل ايش؟ SQL بيساوي زي ما اتفقنا insert into users table على مين؟ ايش اسماء الاعمده؟ نسيتهم. fname address email phone، fname address email phone. طبعا للتوضيح نزلت سطر، راح ايش عمل؟ دمج النقطة، يعني ايش؟ دمج. بديش اياها عشان ما تلخبطش، بشيل هذه وبشيل هذه وبرجع هنا values. اول حاجة مين عندي؟ متغير الاف نيم، مظبوط. بعدين متغير الادرس، بعدين الايميل، اخر حاجة الفون. بعدين rs بتساوي db query ال SQL، صح؟ طيب ممتاز، هي فاصلة منقوطة. لاحظوا معي أنا نسينا أحيانا حاجة مهمة. أنا استدعيت اتصال، لازم ايش أحكي له هان؟ مين؟ ما استدعيتوش هانا، استدعيته وين؟ في الإلس، عشان أنا محتاجه فعليا وين؟ في الإلس. بعدين بدي أجي أحكي له والله إف إنه تم تنفيذ الـ RS إيكو ميتا HTTP إيكويفالنت بيساوي ريفريش كونتنت بيساوي 0 فاصلة منقوطة يو ار ال، لازم تكون كابيتال يا جماعة، لازم تكون كابيتال هوم دوت بي اتش بي. else ايكو ايرور دامج مع مين؟ ماي اس كيو ال اي ايرور. طبعا بعطيها مين؟ كونكت، عشان لو في خطا يطبع لي مين؟ الخطا. لو في خطا يطبع لي خطا. طبعا الخطا ممكن يكون في جمله مين؟ الانسيرت. لو انا ناسي سنجل كوتيشن، لو في حاجه غلط حيعطيني ايش؟ ايرور. ايش في؟ مش مشكله، ليش؟ له رقم. وهنا ايش نوع بياناته؟ كاركتر. يبقى ايش بدي اعمل؟ بدي احط له سنجل كوتيشن، تمام؟ ليش انا حطيته يا جماعه كاركتر؟ دائما بدك تسال حالك سؤال، هل انا بدي اعمل عمليه حسابيه على الفون؟ لا. طبعا لو انا ما حطيتش فار كاركتر، حطيته انتجر، الرقم بيضيع الصفر اللي على الشمال، عشان هيك 0599 مش حتدخل 05، حتدخل 599. لكن كاركتر حيدخل كايش؟ كنص 0599. طيب هاي كنترول اس، في ايرور هنا الظاهر. ايش هنا؟ هاي هنا بحكي لي ايش في؟ هذا لمين؟ هذا للس، وهذا لمين؟ طيب هنكتر للس عشان نتأكد.
في غلط ولا فيش غلط، هاي ريفريش. طيب بدي اضيف هنا محمود سكي ساكن خان يونس، بريد الالكتروني moh@a .com، رقم الموبايل 0567232323، إضافة بيانات، نتأكد ضاف أول حاجة ضاف بيانات، كيف ضافها؟ شفرة، هذا رقم واحد. رقم اثنين في حاجة غلط، رقم اثنين المهم إنه ضاف، هذا رقم واحد. رقم اثنين ما حولنيش، ليش؟ عشان الميتا هذا غلط. الميتا هذه غلط، هاخدها زي هيك، هي ريفرش الله اعلم غلط. هاي هاي نسخ، هاي نسخ، تمام، كنترول واس. طيب الحاجة الثانية ضاف البيانات مالها؟ مشفرة، ليش؟ مع انه هنا UTF-8 في الداتابيز، هنا ايش؟ UTF-8 ومتأكد هنا كمان ستراكشر UTF-8. طيب نجرب نضيف كمان واحد، عملنا ريفريش، ايش قال لي؟ ايرور، لكن هل هو ضاف بيانات؟ ضاف بيانات. طب ايش قال لي ايرور؟ معناته الكلام ما جاش على وين يا جماعة؟ طيب ديب كويري 10 ريزلت، هو في ايرور هنا بس وين مش عارف. طب ما بديش افحص ولا حاجة هيك، مبدئيا بدي اخليه يحولني ايش؟ مباشرة، تمام. اجرب وهي هنا الغاء، نشوف البيانات اللي دخلت بس، تمام. المشكلة لما تدخل على الداتابيز المفروض تدخل العربي، المفروض تدخل لغة عربية، بنشوف القصة هذه. هاي اضافة، هاي هلال عبد الرحيم، لا لا مش مشكلة. هاي خان يونس، طيب هاي إضافة، تمام. طبعا لا، في مشكلة في الفحص، مش مشكلة بنعالجها، بس المشكلة الثانية انه شفت قديش بطيء لما يحول، هذه مشكلة في الجهاز، هذه مشكلة في الجهاز، المفروض انت ما تلاحظ اصلا انه حول، يعني اجزاء من الثانية، تمام. عموما هان لاحظوا ايش عمل، ضاف لي البيانات بالشكل اللي انا بدي اياه.
تمام. طيب هيك بنكون احنا ايش عملنا، خلصنا الجزء اللي بدنا اياه اليوم.